لنستذكر تاريخ الماضي والحاضر، ولنتعظ منه كدروس وعبر نحو المستقبل الأفضل لبلد يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام، ذكريات في السياسة العراقية من عام 1967 إلى عام 2000. طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. هنا تحضر شهادة الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط العراقي السابق إلى جانب شهادات دامغة أخرى تصلح كأدلة وسندات يعتمدها كتاب التاريخ العراقي الحديث. فقد التزم جواد هاشم باعتماد الموضوعية والحقيقة في العديد من القضايا والمواقف، كما أنه تعمد أن ينقل بعض الحوادث السياسية والشخصية كما جرت أمامه ومن داخل المؤسسة البعثية باعتباري واحدا منها، ليترك للقارئ أن يحلل ويتعرف على الخطوط العامة للسياسة العراقية في تلك الفترة، بالإضافة إلى معرفة تلك الشخصيات التي حكمت العراق فترة من الزمن وتحليل عقلياتها. ضمن شهادات أخرى، سبقه في سجلها عدد من السياسيين العراقيين، منهم من رحل إلى الدنيا الآخرة ومنهم لم يزل ينتظر، غير أن تلك الحقائق المرة التي لم يزل العراق يتحسس طعمها كانت تشكل صورة كاملة عن مجريات الحكم وشخصيات الحكام. يشير الكاتب إلى طلب شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري منه أن يكتب عن تجربته مع البعث بعد أن خصه بأبيات شعرية لم يزل يحتفظ بها، فإن الكاتب لم يدون في كتابه هذا ملخص لنتائج هذه التجربة بعد أن وضع شذرات من الحوادث التي مرت وهو يساهم في بناء دولة مؤسسة البعث التي تحولت إلى مؤسسة العشيرة والعائلة. يقينا أن ما سجله جواد هاشم من لقطات بقيت في ذاكرته يساهم من خلاله في أبرز الصور الحقيقية لبعض الشخصيات التي تسلقت السلطة في العراق، كما أنه ساهم بشكل حيادي في توصيف بعض تلك الشخصيات بشكل محايد بقدر الإمكان. وبذلك فإنه تنحى جانبا عند التعرض للتحليل النفسي والاجتماعي، تاركا الأمر للمختصين في هذا المجال للتعمق في تحليل تلك الشخصيات التي مرت في التاريخ العراقي، ومنها البكر وصدام والجزراوي وبعض الأسماء التي مرت في الذاكرة العراقية. قدم الكتاب بفصل تضمن بيانات ومعلومات أساسية عن العراق، ثم عرض وقائع مهمة من تاريخ العراق المعاصر، غير أن الكاتب لم يعطي وجهة نظر في انقلاب 8 شباط 1963. طبعا هنا يذكر انقلاب الكاتب، ومنهم من يقول الثورة وهكذا المسميات، ولأن ما عكسته من نتائج سلبية على صعيد المستقبل العراق، ويمكن يكون تبرير هذا التغافل ناتج عن عدم وجودي في العراق إلا أن سيد جواد هاشم يوضح مراحل تعرفه على البعث منذ العهد الملكي وانتسابه إلى تنظيمه ولقاءات متكررة مع قياداته. يجب عليه أن يعطي وجهة نظره في تلك الأهداف وتلك الممارسات وما جرت على العراق من ويلات وخراب لم يزل يعاني منها حتى اليوم، وإلى أين انتهت تلك الأهداف والشعارات، ورأيه الشخصي من خلال عمق التجربة السياسية والعملية التي خاضها ابتداء من الزمن القومي وحتى الزمن البعث الثاني وانتهاء بخضوع إلى التحقيقات في سجن المخابرات العامة. يشير السيد جواد هاشم في صفحة 31 من كتابه الصادر عن دار الساقي 2003 أن السيد علي صالح السعدي كان أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث في العراق، والذي أقصي من مركزه الحزبي والوظيفي وتم إبعاده إلى مدريد، صرح بأن القيادة الجديدة قيادة البكر غير شرعية وأنها جاءت بالقطار الأمريكي. طبعا هاي الأسطوانة المشروخة تتكرر على طول مدى دقتها وصحتها. ربما أبعاد علي صالح السعدي قام أيضا بإفشاء الأسرار، وبالرغم من ترديد تلك التهمة التي ينفيها البعثيون وتؤكدها قياداتهم، لاحظ مذكرات طالب شبيب ومذكرات هاني الفكيكي إلا أن السيد جواد لم يعطي رأيا حول عربات ذلك القطار، حيث يذكر في صفحة 271 من الكتاب أنه يفتقد إلى الوثائق التي تدعم تلك الأقاويل، ويتابع أنه بحث كثيرا في الوثائق فلم يعثر على الكثير،
ومع هذا فلم يكشف لنا هذا القليل غير أنه وجد على وثيقة واحدة صادرة من شعبة المصالح الأمريكية في بغداد بتاريخ 24 أبريل نيسان 1980 تشير إلى وجود مصدر موثوق به داخل القيادة العراقية ولو اتصال مباشر مع الإدارة الأمريكية دون أن يتعرف أو يكشف اسم العنصر. إذا هاي الواقع وهذا الحدث حقيقي معناته جوي بقطار أمريكي، وما يقال أيضا مكينة إنجليزية أبو ناجي. يعرض أيضا في فصل خاص بعض الشخصيات والأحداث المهمة في تاريخ العراق، فيشير السيد جواد هاشم في صفحة 49 من الكتاب إلى حادث مهمة وقت التزام الدولة العراقية بالطائفية منذ العهد الملكي، وما تعرض له سيد جواد في عدم قبولي بكلية الطيران بالرغم من المكانة الاجتماعية والإمكانات المالية التي تميز بها والده وعائلته، تدل بشكل واضح وصريح ما كان يدور في أروقة الدولة العراقية. طبعا عهد الملكي منو جابهم؟ الإنجليز جابكم. على أي سياسة يعتمدون؟ فرق تسد طائفية، وهذا ما نشهده بعد 2003 وما سمي بمجلس الحكم. في مطلع عام 1967 عاد الدكتور جواد هاشم العراق وتمكن أن يحتل مواقع متقدمة في الدولة العراقية، باعتبار أن الخط القومي الحاكم في تلك الفترة والذي أشار له الدكتور هاشم، حيث حدده حسب وجهة نظره في مركز القرار المتمثل بكل من طاريحي التكريتي والدكتور عبد العزيز الدوري والدكتور خير الدين حسيب. وخلال عمله بمجلس التخطيط تعرف على البكر. يذكر الدكتور هاشم أنه قام بتزويد البكر بمحاضر جلسات المفاوضات مع شركات النفط بصورة سرية مع تزويدي بتحليلاتي وآرائي في تلك المفاوضات، بالإضافة إلى تعاوني في تعيين أعداد من خريج الدراسة الإعدادية حسب طلب البكر في أماكن متعددة. يعني البكر ذول الخريجين دراسات الإعدادية اللي ما مثلا ما مقبولين بالمعاهد والكليات، يعني لقالهم وظائف. وتعددت لقاءات الكاتب بالبكر، وبالرغم من علم السلطة بهذه اللقاءات فإن أي إجراء أمني واعتراضي لم يتخذ بشأنها، ما يدل على تساهل النظام القومي مع تحرك البكر ومجموعته في تلك الفترة وتمكينه من استعادة السلطة بيسر وسهولة. بذلك انقلاب الداخلي يوم 17 تموز 1968. يعني يبدو هذا الكاتب عنده اتجاهات قومية وعنده موقف من حزب البعث، ما أيضا حزب البعث حزب قومي، يعني ينادي بالقومية وبالوحدة والحرية والاشتراكية وأمة عربية واحدة وذات رسالة قائدة، لكن هناك اختلافات بين القوميين المؤيدين للناصر وحزب البعث. يذكر جواد هاشم في صفحة 66 أن طارحي التكريتي سأله عند تقديم أوراق المتقدمين للعمل أن هل قابلت المتقدمين إلى العمل شخصيا للتأكد من صحة المعلومات؟ أجبته نعم قابلت أغلبهم وتأكدت من صحة المعلومات. سكت رئيس الوزراء برهة وعاد يتصفح الوثائق التي أمامه، ثم فاجأني بسؤال جديد: هل كانت مقابلتك لأحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش جيدة؟ هنا بعدين يجاوب بأنه ارتبك ويريد يدبر له يعني جواب، لأن هذا السؤال غير متوقع من طاريحية. ثم أردف قائلا: دكتور، نحن جميعا على درب أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة مثلنا في ذلك مثل البكر وعماش. في صفحة 93 يذكر جواد هاشم عن سؤال صالح مهدي عماش عن أسباب اختيار الدكتور عبد العال الصقبان وكيلا للوزارة المالية، وهو على حد تعبير عماش من العناصر الرجعية والناصرية وأيضا من أهالي الديوانية، وتلك الإشارة المهمة التي ستقترن بأدلة أخرى تؤكد نمط التفكير الذي يفكر به قادة الحكم البعثي. ومجرد كون الدكتور صقمار من أهالي الديوانية تشكل له تهمة كبيرة، حيث أن أهل محافظات الفرات والجنوب ضمن دائرة اتهام السلطة، يعني باعتبارهم شيعة ودول المسيطرين متنفذين في حزب البعث السنة فيتهمهم بالرجعية. في صفحة 94 يشير الكاتب إلى ما قاله خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة من أن الدكتور رشيد الرفاعي وعلي جابر من صنف واحد، بينما الدكتور عدنان شريف من جماعتنا الشرفاء،
والقصد الطائفي هنا واضح، حيث أن الرفاعي والجابر شيعيان، يعني ذول شيعة رجعيين والسنة شرفاء. الحادث المهم الذي تعتبر من الشهادات أكثر أهمية ما أورده الدكتور جواد هاشم في صفحة 95، حيث يقول: دخلت المكتب فوجدت فيه وزيرين آخرين هما الدكتور أحمد عبد الستار الجواري وزير التربية، والفريق حماد شاب التكريتي وزير الدفاع وعضو مجلس قيادة الثورة. ويبدو أن الجواري وشهاب كان في حديث عن محافظات العراق، سمعت شهاب يقول للجواري أن جميع سكان المنطقة التي تقع بين المحمودية وجنوب العراق هم عجم، ولا بد من التخلص منهم لتنقية الدم العربي النقي. شوف الأسلوب، يعني الواصلين مراحل قيادة، شوف الأسلوب السيء التعامل مع أبناء العراق ودي يقودون دولة اسمها العراق. استغربت كلام حماد الشاب وقلت له: فريق حماد، أنا من مدينة عين التمر التابعة لكربلاء، وحامد الجبوري من مدينة الحلة، فهل يعني أننا عجميان أي فارسيان، أم أنك تقصد شيئا آخر؟ تردد شاب في الإجابة، وتدخل الجواري محاولا تصحيح ما تفوه به شاب: بلغ بي الأمر انزعاج حد أني تناولت ورقة من مكتب حامد الجبوري وقررت تقديم استقالتي من الوزارة. كتبت استقالتي من سطرين وتوجهت إلى مكتب سكرتير رئيس الجمهورية بانتظار مقابلة البكر. لم يطل انتظاري، دخلت على الرئيس وعلى محياي مظهر الامتعاض. بادرني الرئيس بالسؤال عن سبب امتعاضي فأخبرته بما حصل، وقدمت إليه الاستقالة. قرر الرئيس ثم ابتسم وأردف قائلا: ألا تعرف حماد شهاب أنه رجل بسيط لا يفهم من أمور السياسة شيئا، ولكنه يا سيادة الرئيس أنه عضو في مجلس قيادة الثورة، فإذا كان هذا منطق عضو في أعلى سلطة في البلد فكيف يمكن للعراق أن يتقدم؟ ألا يعكس قول حماد شهاب اتجاها خطيرا لمسيرة الحكم؟ ضحك البكر وقال: دكتور، لا يمثل حماد شهاب أي اتجاه، حماد شهاب حمار إزمال، عذرا لهذه المفردة. ثم مزق الاستقالة. هذه شهادة مهمة يدلي بها البكر بحضور الوزير جواد هاشم بحق حماد شهاب الذي كان يقود أخطر وأقوى مؤسسة في العراق، فهو رجل بسيط لا يفهم في أمور السياسة شيء، ومع هذا كان عمودا من أعمدة السياسة العراقية وعضو في أعلى سلطة تشريعية. وهذا الرجل البسيط ليس سوى حمار، في إشارة إلى أن ليس له عقلا يستحق التقدير كما يقول البكر. طبعا هم مخليه في هاي السلطة في أعلى يعني سلم السلطة باعتبار سنه، وأيضا من يعطون الولاء للقيادة، بالأخير أيضا تم تصفيته. أما ما قاله حماد شهاب بحق الشعب العراقي من المحمودية حتى آخر نقطة في الفاف، وهو بحق النظر التي كان يقولها خير الله طلفاح ومعه كل الذين مارسوا تلك السياسة المريضة في التسفير والحجز والإعدامات بقصد التخلص من تلك الدماء التي قد تلوث نقاء الدم العربي على حد فهمه. يعني هنا يصفون من أبناء الشعب العراقي، وتحت الطاولة اتصالاتهم بالإنجليز أبو ناجي ومع الأمريكان أبو حمسان. غير أن شهادة مهمة يضيفها الكاتب على لسان جمال عبد الناصر في صفحة 115، بعد الزيارة الرسمية التي قام بها بصدد اختيار صدام نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة، بقوله: علق جمال قائلا إن اختيار نائب رئيس مجلس قيادة الثورة أمر يعود إلى الأخوة في العراق، ولكن الواد صدام احنا عارفينه دطايش وبلطقي. وهذه الشهادة التي يدلي بها عبد الناصر لم تأتي من فراغ، إنما ترسخت لدي تلك المعلومات الدقيقة التي ترفع على أجهزة المخابرات المصرية عن تلك الشخصية التي حكمت العراق. وطايش من الطيش، وبلطجي تعبير مصري شعبي عن المحتال والرجل الذي لا تقيده ضوابط أخلاقية أو اجتماعية، حيث تكونت تلك المعلومات عن صدام من خلال وجودي في القاهرة كلاجة بعد عملية محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم. هنا ديشيد الكاتب ديشيد بجمال عبد الناصر باتجاهاتهم القومية، وأيضا نتساءل هل الاتجاهات القومية والأحزاب القومية أين أوصلت العرب؟ ثم إشارة في صفحة 148 بتأميم حصة كولبنكيان الذي كان يمتلك 5% امتيازات نفط العراقي،
وتقي تلك النسبة من العائدات باسم قيادة الحزب، والاحتفاظ بعوائدها السنوية بحساب مستقل خارج العراق تحت إشراف صدام حسين. يعني هنا صدام حسين بتاع كله، مسيطر على كل المؤسسات. كما أشار في صفحة 189 إلى كلمة طارق عزيز في تشرين أول أكتوبر 1989 معربا عن شكر حكومة صدام وامتنان لمساعدة الحكومة الأمريكية ووكالة الاستخبارات الأمريكية CIA في تزويد العراق بالمعلومات التعبوية والصور الفضائية التي ساعدت العراق في حربه مع إيران. على ضوء هالكلام نتوقف عنده. أيضا ذكر صلاح عمر العلي يعني أثناء الحرب العراقية الإيرانية كيف عملوا محطة مخابراتية الأمريكان في فندق بغداد، كان يزود العراق بالصور وكل نشاطات الجيش الإيراني. في الفصل الخاص بالزنزانة رقم 7 صفحة 231 يؤكد المؤلف على الأساليب المخابراتية التي ينجى النظام والطرق التي يتبعها في التعامل مع من يشك في ولاء للقائد الضرورة. فكل عراقي متهم مهما كان مركزه والقواعد التي يتم الاستناد عليه في تلك الاتهامات التي قد تنهي حياة الشخص هي تلك الإخباريات والتقارير التي لا تقبل المناقشة. أيضا بالتأكيد ولو نعيدها يعني مرة أخرى، اللقاء القيادي حامد علوان الجبوري مع أحد القنوات العربية، ويقول حامد علوان بأن أهم شيء عند صدام هو الولاء، بعدين تأتي الأمور الأخرى. يشير جواد في صفحة 256 على الوظائف التي جمع صدام والتي تشكل هاجسا نفسيا يعبر عن نزوع للطغيان والديكتاتورية. فهو مسؤول عن مجلس التخطيط والمخابرات العامة ومجلس الأمن القومي ومكتب الشؤون الاقتصادية والمكتب العسكري ولجنة شؤون النفط والاتفاقيات ومكتب الثقافة والإعلام ومؤسسة البحث العلمي واللجنة العليا لشؤون الشمال، إضافة إلى كوني نائب رئيس نسقيات ثورة ثم صار رئيسا والقائد العام للقوات المسلحة ومنح رتبة مهيب ركن، وهو المتخلف عن الخدمة العسكرية. يعني أنا أذكر بأنه الكاتب بأنه صدام حسين ما خادم عسكري، ما مكمل خدمة العسكرية، بالإضافة إلى أمانة سر القطر. وفي هذه الفترة يختزل الدكتور هاشم المرحلة بقول لقد أصبح الاستثناء هو القاعدة والقاعدة هي الاستثناء. غير أن جواد هاشم ينفرد بمعلومة مثيرة للجدل قد تكون وجهة نظري في أن يكون طه ياسين رمضان من الأزيديين صفحة 261، ولعله عرف تلك المعلومة ممن اعتقد ذلك الأمر. وفي الحقيقة أن طه ياسين رمضان من منطقة عشائر السبعة، وهو كردي القومية تنكر لقوميته وأهله، وكان صدام كثيرا ما يغمزه بتلك القناة ويتندر عليه. أما المعلومة الثانية فهي اعتقاد الدكتور جواد أن ناظم قزار من أبناء الديانة المندائية، هام الصفحة 215، بينما لم يؤكد هذه الحقيقة أحد. وما ما يكن دين أو مذهب كلا الاسمين ناظم قزار أو طه رمضان، فقد ترك خلفهما تاريخا مليئا بالدماء والجرائم والسمعة الملوثة، واستحق لعنة العراق والتاريخ. في صفحة 338 ينقل الكاتب جواد هاشم صورة اجتماع العائلة الحاكمة وما دار من أحداث ومناوشات وقرارات ذلك الاجتماع الذي أداره خير الله طلفاح بحضور البكر وصدام وعدنان خير الله وهيثم أحمد البكر. ثم لم يكتب السيد جواد عن درجتي الحزبية، ولم يوضح أسباب انسحابي أو بقائي في حزب البعث وما هي الدرجة الحزبية التي وصلها، ولا رأيي بحزب البعث عند كتابة مذكراتي. بالنسبة لهذا الاجتماع اللي انعقد ببيت خير الله طلفاح، هو يعني جبروه بأنه البكر يقدم تنازل، وأحد أبناء البكر ضرب طلقة أصابت عدنان خير الله بجروح طفيفة. ينهي الكاتب كتابي كلمة أخيرة بحق صدام الذي صار قائد الضرورة، فيقول في الصفحتين 349-350: امتهن صدام كرامة العراق من دون مبرر أو منطق، وسحق المواطن العراقي فجعله مزدوج الشخصية وغير قادر على التحرر من الخوف، وحارب الفكر بالقرباج والقلم بالسيف والرأي بالاعتقال والعدل بالعضلات، وألغى حلقات التاريخ
بحيث أصبح بطل أمس خائنا ومفكر اليوم جاهلا، ولست أدري كيف سيواجه صدام نفسه ويقف أمام مرآة التأريخ فيرى ما حدث من ويلات على العراق، هذا البلد الغني بأرضه ومائه ونفطه وبشره. سبق أن خاطب الضابط البعثي أحمد حسن بكر زميله الحزب الشاب جواد هاشم بداية صيف 68 قائلا: لو استمر حكم البعث منذ عام 63 لكان العراق قد أصبح جنة من جنان الدنيا ومن تصاريف القدر، ولسوء حظ العراق والعراقيين أتيحت فرصة ثانية لمغامري البعث استمرت 35 عاما لصنع جنتهم، فاقتتلوا كما لم يقتتل غيرهم وتآمروا كما لم يتآمر غيرهم، وفي المحصلة النهائية تمغض عبثهم عن إحدى أكثر تجارب العالم العربي المعاصر مأساوية، جمهورية خوف بلا تنمية وحكم أجهزة أمن شردت أبناء العراق، فلم تعد هناك حاجة إلى عدو ليقوم بمثل هذه المهمة. يبقى أن المذكرات الصادرة عن دار الساقي هذا العام مشوقة في التفاصيل، من حيث أنها تأتي من شاهد ومشارك في مرحلة حزينة من مراحل تاريخ السياسة للعراق، كما أنها تلقي الضوء على جوانب تتعلق بشخصيات عامة كانت مسؤولة عن إدارة دفة الأمور في إحدى أكثر الدول العربية أهمية، تفاصيل تتعلق بالبكر وصدام حسين وصالح مهدي عماش وطه رمضان المعروف بالجزراي وقيادات ومسؤولين آخرين أقل أهمية. وملامح الرواية تبدو مألوفة من حيث التفاصيل التي كنا قد سمعناها من عراقي ديسابورة وقرأناها من قبل من خلال مذكرات الرفاق الذين نفذوا بجلدهم، وهي أول وآخر صراع على السلطة بين العسكر والحزبيين وسيطرتهم على المجتمع المدني، وهي ثانيا تفاصيل تصفية الرفاق لبعضهم بعض وتخطي شريعة الغاب، هذه مجموعة من الشعارات البراقة الخاوية حول المصير الواحد والحرية والرسالة الخالدة. وتبرز من خلال هذا السرد والعديد من المقابلات والكتب السابقة ضحالة المستوى الفكري لمن تولوا إدارة الشأن العام وإفلاسهم أمام مغريات التشبث بالسلطة والتمسك بالكرسي، والدكتور جواد هاشم في وصفه هذا يؤكد ما نعرفه من انقلابات العسكرية والدكتاتورية الحزبية مسؤولة عن ضياع عقود من فرص التنمية، ومن العديد من الشخصيات المريضة والجاهلة استغلت غياب المؤسسية وتقاليدها لتسبب في تجدير التخلف وتقطيع حقوق وإنسانية الإنسان العربي. تأتي شهادة دكتور جواد هاشم وإن كانت متأخرة شهادة قريبة من موقع الأحداث ومساهمة في عديد من الأحداث، وبالتالي فإن الدكتور جواد كان ينقل في تلك الشهادة المقتضبة والتي لم يشأ أن يتوسع بها بالرغم من حاجة تاريخ العراق المعاصر لمثل هذه الشهادة التي تخللها الكثير من الاعتدال والتحليل الواقع والمنطقي. طبعا هنا حسب رأي الكاتب اعتدال وتحليل منطقي، ربما المنتمين حزب البعث قد ينظرون إليه بمنظار آخر البعيد عن العواطف والميول الذاتية، وباعتبار أن الشهادة التي ذكرها دكتور جواد هاشم تصلح إن تكون أساس يمكن تساهم في رسم صورة العراق المليء بالجراح والأسرار والخفايا والمحكوم بالحديد والنار والخارج سوى من الأتون وهو محمل بجراحي وجوع أبنائي وخراب أرواحهم وتبعثر مقابرهم وتبعثر أولادي مثل تبعثر ثرواتهم. ولنا الأمل أن يتوسع الدكتور جواد هاشم في رسم العديد من الحقائق التي لم تزل ذاكرتي الحية والتي كان شاهدا عليها، وهي مهمة وطنية يتطلبها تاريخ العراقي لمن يتصدى لكتابة التاريخ بضمير نقي. نشرت هذه المقالة في جريدة رأي اليوم والكاتب محمد عبد الرحمن عريق وبتاريخ 8/1/2022. حتى نلتقي تقبلوا منا أجمل التحيات.